هلو اصحابي، رب تكونوا بخير. وحشاني. اسمي ايه؟ اسمي شهولة، بدرس من صف الثالث. عمري 8 سنوات. ايه هدف المسابقة؟ اني اوصل عالمية، وده بفضل ربنا وانتم يا صحابي. انا عايشة فين؟ انا عايشة في الامارات، بس بلدي مصر. سافرتي فين؟ سافرتي مصر والسعودية والامارات ودبي. بابا بيجيب لي حاجات كتير وبيشجعني ان اطلع الاولى على المراكز كلها. اما ماما بتعمل حاجات كتير وبتساعدني وهي يعني مشاركين على المسابقه، عشان باذن ربنا ان انا هطلع الاولى على المراكز كلها.